بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. سورة الأنبياء وسورة الحج وسورة المؤمنون من الكتاب 65، كتاب التفسير. سورة الأنبياء وفيه بابان. سورة الأنبياء سورة مكية نزلت بعد سورة سيدنا إبراهيم، 111 آية في العد في العد البصري، و112 آية في العد الكوفي. البصري والمدني ليهم عد، والكوفي ليهم عد، كويس. ففي العد البصري او المدني تلاقيهم 111 آية، وهم 112 آية في العد الكوفي. باب بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه الحديث 86 بعد 704,000، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر اللي اتكلمنا عليه اللي هو تلميذ سيدنا شعبة وربيبه، قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الله قال عن عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود قال بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول. بني إسرائيل هي سورة الإسراء، يعني يبقى بني إسرائيل سورة الإسراء. قال بني إسرائيل اللي هي سورة الإسراء، والكهف اللي هي سورة الكهف، ومريم اللي هي سورة مريم، وطه سورة طه، والأنبياء سورة الأنبياء، هن من العتاق الأول، يعني من أوائل ما نزل على النبي. شيء عتيق يعني قديم، من أوائل ما نزل على النبي. وهن من تلادي، يعني وهم من قدام السور التي حفظتها. تلادي يعني الشيء التليد، التليد اللي هو القديم الشريف القديم. وهن من تلادي. وقال قتادة جذاذا قطعهن، لما سيدنا إبراهيم كسر الأصنام وجعلها جذاذ، جذاذا يعني قطعهن. الكسائي يقراها بكسر الجيم، جذاذا، قراءة الكسائي جذاذا، لكن باقي القراء جذاذا، يعني قطعا قطعا، يبقى الجذاذ هي القطع الصغيرة. وقال الحسن اللي هو الحسن البصري في فلك مثل فلكة المغزل. خد بالك ان الفلك في لغة العرب هو كل مستدير، واخد بالك، كل مستدير في لغة العرب يسموه فلك. لما ربك بقى يقول لك وهم في فلك يسبحون، دليل استدارة الأكوان وكرهويتها، ويجيب لك شوية ناس الوقت عاملين لك الأرض مسطحة، وعاملين بقى مقاطع على اليوتيوب، وناس كانوا في ناسا حتى. مش خد شفت أنت الحاجات دي ولا أنا بس اللي قاعدين يقول لك الأرض مسطحة؟ طب ما ربنا بيقول في فلك يسبحون، إزاي يبقى هما في فلك يسبحون الأرض مسطحة؟ مش هيبقى في فلك، صح؟ والفلك دليل إن هما بيلفوا كده، يبقى في نوع من الاستدارة. يبقى الناس اللي يقول لك
فرية أن الأرض كروية، دي فرية وأن الأرض مسطحة، دول ناس لسه ما قروش حتى القرآن ولا فيهم. فدليل الكروية في القرآن واضح، واخد بالك؟ زي كلمة فلك في حد ذاتها ده دليل الكروية، واخد بالك؟ لأن في بعض الناس يقول لك دحاها دليل الكروية، لا دحاها دليل إيه؟ الانحناء بس، مش دليل الكروية، إنها مسطحة مع انحناء قليل، لكن عشان تبقى كورة كده مدورة كده، ده الفلك بقى. حتى يتم إن الفلك يسبح محتاج استدارة، فهمت بقى؟ وربنا بيقول وهم في فلك يسبحون، لا ناسا ولا غير ناسا، قبل ما ناسا تتولد. فحاجة غريبة. وهم في فلك مثل فلكة المغزل، المغزل بيعملوا له فلكة كده مستديرة علشان ايه؟ يغزلوا عليها، يبقى زي الباترون كده. خد بالك ازاي؟ فبيقول لك حاجة يعني حاجة مستديرة، بيشبهها بحاجة مستديرة. يسبحون يعني ايه يسبحون؟ يعني يدورون. يدورون يعني ايه؟ يعني اهو يعني مكورة. فهمت؟ قال ابن عباس: نفشت رعت، نفشت فيه غنم القوم، يعني رعت فيه يعني اكلت. كان عنده بستان، دخلت الايه الغنم رعت فيه، كلت ايه الزرع بتاعه. يصحبون ولا هم منا يصحبون، يعني يمنعون. امتكم امة واحدة، إن دي أمتكم أمة واحدة، قال دينكم دين واحد، لأن الدين عند الله الإسلام، كل الأنبياء دينهم الإسلام، يختلفوا في الشرائع بس، لكن الدين واحد والعقائد واحد، واضح؟ وقال عكرمة: حصبوا، حطبوا بالحبشية، حصبوا جهنم يعني حطب جهنم. وقال غيره: أحسوا توقعوا من أحسست خامدين هامدين. خامد بمعنى هامد. حصيد مستأصل، حصيد بمعنى محصود، والمحصود هو الذي يستأصل من الإيه؟ من النبات، من أصله. يبقى فعيل بمعنى مفعول، حصيد بمعنى محصود، زي قتيل بمعنى مقتول، ذبيح بمعنى مذبوح، جريح بمعنى مجروح، وهكذا. فعيل بمعنى مفعول. حصيد مستأصل يقع على الواحد والاثنين والجمع، فحصيد تطلق على المفرد والمثنى والجمع والجميع. لا يستحسرون يسبحونه بالليل والنهار، لا يستحسرون يعني ايه؟ لا يعيون، لا يعيون يعني الاعياء، الاعياء اللي هو ايه؟ الملل والتعب والمرض. يبقى لا يشعرون بملل ولا تعب ولا مرض في عبادة ربهم، وده حال الملائكة. يستحسرون لا يعيون من الاعياء، والاعياء اللي هو الضعف والمرض. ومنه حسير، والمصريين يقول لك ايه؟ انا عيان، عيان يعني مريض، مش كده برضو؟ عيان يعني مريض، يعني لغة فصيحة ايه جت في البخاري ايه. لا يعيون، والاعياء اللي هو غاية التعب، تملي الاعياء معناه غاية التعب، اللي هو الانهاك. شوف يقول لك منهك، منهك يعني ايه؟ يعني تعبان قوي، واخد بالك ازاي؟ بيقول لك انهكتني الحمى، يعني اعيتني الحمى. كل دي مفردات في لغه العرب، ما هو لغه العرب تلاقي المعنى الواحد ليه كلمات كتيره قوي تؤدي معنى واحد، بس كل مفرد ليه معنى ايه دقيق يخالف التاني شويه، اما في شده الايه الشيء او في ضعفه او في تشابهه بحاجه تانية. فهمت بقى ازاي؟ لكن كل مفرد يؤدي لنفس المعنى مع إضافة شيء جديد. لغتنا جميلة والله، اللغة العربية بتاعتنا جميلة، لو تعلمناها هتحبها. لكن العيل من دول لسه ما يعرفش يقول بابا وماما، يقول له ايه فور ايه
فور ابل بي فور بول، وهو لسه ما يعرفش يتكلم عربي مسكين وفرحان قوي انه مديه الحضانه، يطلع العيل مشوش مسكين لا عارف يتكلم عربي ولا انجليزي في الاخر، ويطلع في الاخر مخه مشوش. لازم الاول الطفل يتعلم لغته الام الاول ويتقنها ويحفظ قرآن عشان يبقى عنده مفردات كتيرة، وبعدين على سن 10 سنين علمه أي لغة تانية بقى. إنما طول عمر الأجيال القديمة أجيال أبائنا وأجدادنا كانوا يتعلم القرآن ويتعلم لغته العربية الأول لحد سن 10 سنين، أغلبهم بيختموا القرآن سن 10 سنين، واللي ما ختموش على سن 10 سنين حفظ له 10 أجزاء 5 أجزاء، يبقى عنده مرادفات كثير. ساعتها لما يتعلم بقى اللغة يتقن أي لغة تانية. ليه؟ لأنه لا تتقن لغة تانية إلا إذا أتقنت لغتك الأم. إنما طول ما أنت في لغتك الأم ضعيفة عمرك ما هتتقن لغة تانية كويس، هيفضل طول عمره كده ملوش أم، يتيم. وعلى فكرة أي تقدم علمي يتم بإيه؟ باللغة الصحيحة. عشان تبقى علميا عقلية علمية صحيحة لازم يبقى لغتك صحيحة وتصور، لأن اللغة الصحيحة فرع التصور، والتصور فرع التصديق، والتصديق هو ايه؟ البحث العلمي. فلازم نعلم ولادنا الاول عربي، عربي صافي لحد سن 10 سنين. احنا كنا زمان ناخد الانجليزي، اول ما ناخد الانجليزي ناخده في اولى اعدادي، يعني نقعد 6 سنين الابتدائي ما ناخدش انجليزي، عربي بس، وقبل ما ندخل المدرسه نروح عند الشيخ نتعلم القران، وبعد كده اولى اعدادي يا دوب ناخد اي بي سي في اولى اعدادي بعد ما يبقى عندنا 13 سنة. رخر طلعت أجيال علماء من اللي اتعلموا بهذه الطريقة. طب هات لي أنت بقى الأجيال اللي اتعلمت من الصغر كده في الحضانات الأجنبية وتفرج عليهم الوقت متخرجين. ضعاف جدا حتى في تخصصه اللي اتعلمه. لأن ما تأسسش صح. العيب مش في الطفل، الطفل أبدا، الطفل ده عامل زي هارد ديسك كده. ربنا خلقهولك حاجة نظيفة جميلة انت تحط فيها كل حاجة، رتب اعمل فيها فايلنج زي ما انت عايز. احنا بقى اللي لخبطناه، عايزين نعمل له دي فورميت بلغة الكمبيوتر، ما يجراش حاجة. الغرض التفهيم، الغرض التفهيم، مش يقول الشيخ بيتكلم كلمات انجليزية. يا عم الغرض التفهيم يا استاذ، اللغة جعلها الله للتفهيم، فهم اي حاجة، المهم الناس تفهم. لا يستحسرون لا يعيون، ومنه حسير وحسرت 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 بعيري. حسرت بعيري يعني انهكت بعيري. اما تقول حسرت بعيري يعني انهكتها، يعني ما اديتلهاش راحه ولا طعام ولا شراب، يبقى حسرت بعيري. عميق بعيد، نكسوا ردوا. والصواب على فكرة في البخاري، أنا عندي هنا كتبها نكسوا، في المفروض يكتبها نكسوا. صحيح البخاري نفسه نكسوا مش نكسوا، خلافا للقرآن لأنه جابها بالقراءة الشاذة. في عندكم طبعات نكسوا؟ ها؟ عندكم نكسوا؟ إنما طابعة المكنز عاملها نكسوا زي القرآن. لا، البخاري كتبها نكسه فصححها، وده من ضمن المواضع اللي عايزه تصح في المكنس. نكسه، ودي قراءه، عارف فكره مين؟ قراءه ابي حيوه. قراءه ابي حيوه هي قراءه شاذه، قراءه شاذه، لكن القراءه المتواتره نكسه. لكن ايه؟ البخاري نفس نصه تكتبها نكسه، صحح بخاري كده، جابها كده بقراءه ابي حيوه. نكسوا ردوا، يبقى نكس يعني ارتد على عقل. صنعة لبوس، وعلمناه صنعة لبوس لكم. اللبوس اللي هو ايه؟ يعني ما يلبس للحماية، يلبس للحماية اللي هو الدرع الدروع، يبقى اللبوس هو ما يلبس للحماية. صنعة لبوس الدروع، تقطعوا أمرهم اختلفوا. الحسيس لا يسمعون حسيسه، الحسيس والحس والجرس والهمس واحد، وهو من الصوت الخفي،
المصريين يقول لك ايه؟ مش عايز اسمع حسك، صح ولا لا؟ فصيحه ايه ولا مش فصيحه؟ يعني ولا حتى صوت خفي ولا نفس، يقول لك كده. مش كده ساعات يقول لك كده؟ يعني معناه عايز صمت تام، هدوء تام، حسيس، حس، واخد بالك، وجرس وهمس، كله بمعنى واحد وهو الصوت الخفي. آذناك أعلمناك، آذنتكم إذا أعلمته، إذا أعلمته يبقى إيه؟ يبقى آذنتكم إذا أعلمته، فأنت وهو على سواء لم تغدر، لأن طالما أنت أعلمته ثم فعلت يبقى مفيش غدر، إنما الغدر إنك تعمل شيء ولم تعلم الناس. فهمت إزاي؟ علشان كده وهو على سواء لم تغدر، لأنه عنده علم بإيه؟ بعزمك على الشيء لأنك آذنته وأعلمته. وقال مجاهد لعلكم تسألون، يعني تفهمون. ارتضى رضي التماثيل الأصنام السجل الصحيفة. باب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. وعن أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن المغيرة ابن النعمان شيخ من النخع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. غرلا يعني ايه؟ يعني غير مختونين. الغرل هو غير المختون. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يعني لو واحد قطعت رجله في حادثة يبعث يوم القيامة برجلين الاتنين برضه، مش يبعث برجل واحدة، لا، زي ما ربنا خلقه كامل كده هنبعث كاملين زي ما ربنا خلقنا كاملين. ثم إن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي. الله، يبقى من جيل الصحابة اللي هيبعدوا عن النبي دول ويزادوا عن الحوض، دول من جيل الصحابة. قال أصحابي أهو، ما قالش إخواني ولا قال أحبابي، إحنا إخوان وأحبابه، سمنا كده إنهم إخوان وأما أنتم فأصحابي، قال كده. فدل أن ده فيه من جيل الصحابة فاختلف فيه. الشيعة قال لك كل اللي وقف ضد سيدنا علي يبقى هم دول الشيعة والروافض. فهمت إزاي؟ وتمسكوا بهذا ونحن لسنا معهم، ولكن نقول أصحابي هم المنافقون الذين كانوا معاصرون للنبي واختلطوا مع الصحابة، لأن المنافقين كانوا في وسط الصحابة صحابة. فدول يجوا يوم القيامة يبعثوا عايزين يقربوا للحوض الشريف يزادوا، لا أنتوا، لا أنتوا مش منهم. فهمت؟ يبقى المنافقين أو الذين ارتدوا بعد وفاة النبي وكانوا مسلمين صحابة ثم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واستمروا على ردتهم وماتوا على ذلك، يبقى دول هم دول اللي يزادوا عن الحوض. فأقول يا ربي أصحابي فيقال لا تدري ما أحدث بعدك، وأنت مش عارف، ما أنت عارف بتعرض عليك أعمالهم. فاهم؟ يبقى لا تدري هنا مش نفي الدراية، لا، ده إثباتها. يسموه إيه؟ يسموه نفي استنكاري يراد به التقرير. ما أنت عارف يا محمد ليه بتشفع فيهم؟ ما أنت عارف إنهم مجرمين. مش يجي ابن تيمية يقول لك إيه؟ إن لا تدري دي نفي الدراية، يبقى النبي لا يدري، وبالتالي يبقى حديث عرض الأعمال حديث إيه؟ باطل عند ابن تيمية. أبدا. لأن ابن تيمية في اللغة ضعيف. ضعيف في اللغة ليه؟ بالرغم إن هو كان حافظ وكان يعني قدرة حفظ قوية جدا، لكنه ما كانش عنده فهم كويس. عنده حفظ وما عندوش فهم في اللغة. ليه؟ أنكر المجاز، واللي ينكر المجاز في اللغة مش هيفهم حاجات كتير. على طول كده هينبني عليه عدم الفهم. فهمت؟ وعشان كده ما ادركش ابن تيمية ان لا تدري هنا ده ليس نفيا للدراية بل اثباتا للدراية في سورة نفي.
ودي عايزه واحد يكون دقيق في فهم اللغه. فهمت ازاي؟ هو ما كانش دقيق في فهم اللغه. فيقال لا تدري ما احدث بعدك، فاقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الشهيد عليهم، وانت على وكنت انت الرقيب عليهم، وانت على كل شيء شهيد. فيقال ان هؤلاء لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم. يبقى ده دليل اشاره لايه؟ للمرتد. إشارة للمرتد. سورة الحج وفيه بابان. سورة الحج سورة مدنية نزلت بعد النور، وهي عدد آياتها 76 آية في العد البصري و 78 آية في العد الكوفي. وقال ابن عيينة: المخبتين المطمئنين. وقال ابن عباس في أمنيته: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه، فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته. ويقال أمنيته قراءته إلا أمانية في سورة البقرة: لا يعلمون الكتاب إلا أمانية يقرؤون ولا يكتبون. يعني عايز يبين أن كلمة أمانية جاءت بمعنى القراءة في القرآن أيضا، إيه في سورة البقرة: إلا أمانية بمعنى يقرؤون ولا يكتبون. وقال مجاهد: مشيد بالقصة، القصة اللي هو الجبس، يعني قصر مشيد. مشيد يعني إيه؟ يعني معمول فيه زينة بالجبس مجبس والحاجات الجميلة دي والزخارف بالقصة. وقال غيره: يسطون يفرطون من السطوة. ويقال يسطون يبطشون. وهدوا إلى الطيب من القول ألهموا. قال ابن عباس: بسبب فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع بسبب بحبل إلى سقف البيت. تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تذهل تشغل. باب: وترى الناس سكارى. وترى الناس سكرى، قراءة الأصحاب سكرى. يبقى الأصحاب اللي هو حمزة والكسائي والخلف يقول إيه؟ وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد. وباقي القراء: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وعن أبي قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، يقول لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل ألف أراه قال 999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس لما يبقى واحد في الجنة بالألف، نسبة واحد في الألف في الجنة، دي حاجة تخوف. فشق ذلك على الناس، يعني على الصحابة، فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. يبقى الناس لفظ عام يراد به الخصوص. الناس يعني الصحابة اللي سمعوا الكلام ده وقاعدين مع النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم واحد، ما تخافوش. يأجوج ومأجوج دول عدد كبير قوي من ذرية آدم، فحيكمل بيهم ايه؟ الألف. ناخد واحد ونكمل الألف من يأجوج ومأجوج، ما تقلقوش. فالنبي طمأنهم كويس. ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض. شوف أنت ما يبقى ثورك وفي شعر كله أبيض وفي شعرة واحدة سودة، فأنتم نسبتكم بالنسبة للي هيدخلوا النار كالشعرة السوداء في في ظهر الثوب الشعر الثور الأبيض.
أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، يعني يا بيضاء يا سوداء. وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. الله أكبر، فكبرنا، فرحوا، التكبير عند الفرح. ثم قال ثلث أهل الجنة. النبي ما هو عارف من الأول إن هم تلتين أهل الجنة كمان، مش شطرها كمان، لكن النبي عايز يفرحهم. يعني النبي الأول عايز يفرحهم، بيدرجهم، يقول لهم أنتوا ربع أهل الجنة، يقول الله أكبر، لا أنتوا ده أنتوا تلتها، الله أكبر، شطر أهل الجنة، الله أكبر. وبعدين تيجي أحاديث تانية غير البخاري، ثلثي أهل الجنة. فهمت بقى إزاي؟ ودي نعمة كبيرة، لأن في حديث ورد إن أهل الجنة 80 صف، ها؟ مش كده؟ 120 صف. أهل الجنة 120 صف، الصف زي من اليمن للقدس. شفت قد إيه الصف كبير؟ 120 صف، أمة النبي بال 120 صف كام؟ 80 صف. 80 صف من أمة النبي والباقيين من باقي الأمم. يعني تلتين أهل الجنة. فكبرنا ثم قال ثلث أهل الجنة، فكبرنا ثم قال شطر أهل الجنة، فكبرنا. قال أبو أسامة عن الأعمش: ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وقال: من كل 1999. وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية: سكرى وما هم بسكرى. دي قراءة مين؟ الأصحاب، حمزة والكسائي وخلف. باب: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. أترفناهم يعني وسعناهم من الترف، ووسع في الرزق. وعن أبي قال: حدثني إبراهيم بن الحارث قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف. قال: كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله، يعني ولدت خيله وكسر ماله، يجرب يعني يروح المدينة كده يتبع النبي. فلو مراته ولدت وماله كتر، حلو قوي، يقول لك ده دين حلو، يقعد ويستمر على الدين. فهمت بقى ازاي؟ فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله، يعني ايه انتجت خيله؟ يعني ولدت. قال: هذا دين صالح. وإن لم تلد امرأته ولم تنتق خيله، قال: هذا دين سوء. وفي ناس كده طول ما الدنيا ماشية معه وربنا موفقه، تلاقيه ما شاء الله مواظب على صلاته وكل حاجة تمام، أول ما ربنا يختبره بمرض، بفقدان حبيب، بفقدان مال، ببعض الفشل في حياته، إيه؟ يوم يزعل من ربنا، يزعل من ربنا، يوم يعمل إيه؟ يبطل يصلي، يبطل مش عارف إيه، وبعدين يزعل قوي قوي يقولك ما فيش ربنا، لدرجة إلى هذه الدرجة، ما يزعل قوي قوي يبقى ملحد. باب: اهو من الناس من يعبد الله على حرف. طب افهم الايه دي بقى بالحقيقه يا ابن تيميه، مستحيل يعني على حرف، يعني ايه تيجي كده على حرف الهويه، على حافه المقطم كده وبعدين تصلي الظهر، باسمك تعبد ربك على حرف؟ طب انت بتروح على حافه المقطم ما بتلاقيش حد بيعبد ربنا هناك، حد بيعبد ربنا على حواف الجبال؟ شفناها دي ليه؟ هم ظباء يعني ولا غزل؟ ما افهمها على الحقيقة بقى ابن تيمية، افهمها على الحقيقة، مستحيل، وإلا يبقى فهم مضحك. فهمت يا سيدي؟ فهم مضحك. لا، يعبد ربه على حرف يعني يعبد الله على ايه؟ على ضعف في دينه. فهمت ازاي؟ يبقى ده معنى مجازي، هو معنى مجازي. باب قولي: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وعن أبي قال:
حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد ابن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم فيها إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه لما الثلاثة اللي تبارزوا الأول في إيه في بدر أول موقعة بدر نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر رواه سفيان عن أبي هاشم وقال عثمان بن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مجلز قوله وعن أبي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلز عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله عليه السلام قال أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة قال قيس وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة دول الثلاثة المسلمين وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ودول الثلاثة المشركين سورة المؤمنين ممكن تقول سورة المؤمنون على طول كده على أساس إن تلزم إيه المؤمنون الواو الجماعة مع النون الواو مع النون اللي هي علامة إيه جمع المؤنث المذكر السالم المؤمنون تقول على كل وضع تثبت على كل وضع مش تخليها المؤمنين والمؤمنون لا هي المؤمنون على طول واخد بالك في ناس كده يستعملوها على كده على الثبات واضح يعني تقول قرأت سورة المؤمنون مع ان حضرتك تقول المؤمنين من حيث الاعراب لا تثبت على طول كده في بعض العلماء يقول لك تثبتها على وضع ثابت لان ده صارت خرجت من اللفظ الى الاسميه فهمت بقى ازاي فبقت اسمها كده المؤمنون سورة المؤمنون مكية نزلت بعد سورة الأنبياء آياتها 118 آية في الكوفي و119 آية في البصري والمدني مية تلات أرباع سهلة خالص تحفظها على طول تصلي بيها الوتر الوتر مش تلات ركعات تجيب ربع كل ركعة سهلة خالص سورة المؤمنون تحفظها أنا مرة خطبت بيها جمعة بس خطبة الجمعة قريت سورة المؤمنون كان عندي امتحانات بكالوريوس طب ومذاكر بقالي شهر قاعد بذاكر مفيش في مخي حاجة رايح اصلي الجمعة فالخطيب ما جاش قالوا لي اطلع انت يا دكتور يسر يخطب انا كل مخي طب بقى قاعد بذاكر ليل نهار مش في بالي حتى اي موضوع فروحت ايه قلت المقدمة وبعدين قعدت اقرا سورة المؤمنون قريت ربع ونص وقعدت وقمت جبت ربع ونص ودعيت وانتهيت الخطبة وكانت جميلة والله والناس انبسطت منها فسورة المؤمنون جميلة لأنها تلاقي معظم كلامها واضح مش محتاجة تفسير يعني كل الناس تفهم يعني لما تيجي تقراها كده تلاقي كل الناس تفهم سورة المؤمنين هنا بقى عاملها على ايه المذهب التاني ها انها تتغير جايبها بالإضافة قال ابن عيينة سبع طرائق سبع سماوات لها سابقون وهم لها سابقون سبقت لهم السعادة قلوبهم وجلة خائفين قال ابن عباس هيهات هيهات بعيد بعيد هيهات تملي يعني في الشيء اللي صعب الحصول عليه بعيد الحصول عليه تقول عليه هيهات واخد بالك هيهات هيهات بعيد بعيد ابو جعفر يراها ايه هيهاتي هيهات ابو جعفر يراها بالكسر هيهاتي هيهاتي خد بالك بقى ان البزي والكسائي لما يقف على هيهات يقف بالهاء هيها البزي والكسائي لو وقف عليها الشيخ لما يجي يسمع لك لو الشيخ بقى عايز يمتحنك يقول لك وقف هنا ولا وانت بتقرا قراءه البزي قلت له هيهات ولا غلط يديك بالفلك على طول فاهم هيها هيها
يبقى عندنا البزي والكساء يقفوا بايه؟ بالهاء. باقي القراء يقفوا بالتاء عادي، هاي هات. فهم؟ فاسأل العادين. الملائكة لناكبون لعادلون، نكب عن الطريق يعني عدل عنه، يعني تاه تركه. كالحون عابسون، كالحون يعني عابسون، يعني كده شفت. لان اصل الكلاحة عارف ايه اصلها في اللغة؟ الكالح اللي هو منقبض الشفة. عارف انت لما واحد يتحرق وبعدين يخف حول فمه تلاقي بقه مفتوح على طول، ويعمل كده، تقوم اسنانه متعرضة للهواء طول النهار والتراب، فيبقى اسنانه قذرة، فيبقى اسمه الاسنان دي اسمها ايه؟ كلحة. يبقى كلح. المصريين يشتموا واحد يقول له يا كلح. كلح يعني ايه؟ يعني قذر الاسنان. فهمت بقى ازاي؟ وهم فيها يعني اهل النار في النار عاملين ايه؟ من شدة النيران فاتحين بقهم كده. وطبعا هم بياكلوا الزقوم والقرف واثروا على اسنانهم، فيبقى هم فيها كالحون. شفت المنظر الصوره؟ يبقى كالحون يعني ايه؟ يعني مفتوحه افواه، يعني شفاههم ومنقبضه وظاهره اسنانهم عليها اقذار طعام اهل النار. فنسال الله السلام. وهم فيها كالحون. عرفت بقى لما تتشتم وحد يقول لك يا كلح يعني يقصد ايه؟ طيب. بس ما تعملش حاجة تخليك تتشتم بقى، خليك كويس مع الناس. كالحون عابسون من سلالة الولد والنطفة، السلالة والجنة والجنون واحد، والغثاء الزبد. أصل الجنة والجنون والجنين كله المخفي. السلالة اللي في ايه؟ اللي هتخرج منك من اولادك واحفادك ليوم القيامة، ظاهرة فيك مخفية. فهمت شو كده؟ فكل شيء مخفي يسموه سلالة لانه لسه مخفي. والجنين يسموه ايه؟ جنين. ليه؟ لانه مخفي في بطن الام. والجنة سميناها جنة ليه؟ عشان مخفية ما بنشوفهاش. والجنة سميناها جنة ليه؟ علشان الاشجار فيها كتير فمش مبينة ايه الانسان اللي يمشي فيها. لما تمشي في وسط الجنة تستخبى من الأشجار، يسموها جنة. والمصريين يقولوا عليها جنينة، يعني جنينة تصغير جنة. يلا نروح نلعب في الجنينة، وما فيش جنين أصلا في مصر خالص، ضيعوها. والجنون برضو إيه سموه جنون ليه؟ لأنه أخفى العقل. العقل بقى مخفي فبقى اسمه جنون. وجنة يعني ايه؟ استتر في الليل، يعني صار في الليل جنة. فهمت ازاي؟ يبقى شفت بقى اللغة جميلة ازاي، لغتنا الجميلة ازاي. يا سلام. والغثاء الزبد. الغثاء اللي هي الرغاوي، عارف الرغاوي؟ ها بيض يعاليل، يعاليل اللي هي الرغاوي اللي بيلاقوها فوق المية كده، مش كده؟ اليعاليل، اليعاليل اللي هي الرغاوي، قال عليها يعاليل في بنات سعاد، في قصيدة بنات سعاد، مش كده برضه؟ هو ده الغثاء. يبقى الغثاء هو الرغاوي والرغاء اللي بيبقى على ايه؟ على السائل او على الماء، اللي هو اللي الناس ما تستفيدش بيه يعني. والغثاء الزبد وما ارتفع عن الماء وما لا ينتفع به. ونقف على سورة النور، فيها حديث طويلة بقى، لأن حديث الإفك ده حديث طويل، فإيه هنجلس فيها يمكن يومين أو ثلاثة. سورة النور غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،
والحمد لله رب العالمين.